والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه بوتة فيتاس أو علبة سرعة متاع ميني كوبر. علبة سرعة هذه خمس ستة غيارات، هذه ستة غيارات علبة سرعة هذه متاع ميني كوبر، ستة غيارات هذه، وهم فيها يعني هذه المكان متاع الغيارات، هذه المكان متاع الغيارات هذه. عندنا فيها كلها، هي من هنا هي كلها قطعة واحدة، هي هيك ماهيش يعني مش كبيرة يعني. هذه عندها هذه الفرشات نتاع الامبرياج، يعني عاملينها مضخة امبرياج على برا، فيها فرشات يعني تنزل عليها البتي تطلع، تنزل عليها البتي تطلع، شوفوها تنزل عليها البتي تطلع. هذه يعني الطريقة القديمة نتاع أيام زمان اللي هو في الفرشات، الفرشات تجي هيك يعملوا مضخة على برا. هذه كانت قبل زمان بالكابل، تولت بالمضخة على برا. هذا مكان الستارت، مكان الديمرير، هذا مكان دخول الكاردون، هذا الكاردون تاعها. هذا مكان الحساس نتاع الرجوع للخلف مارشيير، وهذا كاردون اخر الجهه الثانيه. هذه علبه السرعه نتاع الميني كوبر اس. ان شاء الله تنفعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.